خلافات واتهامات متبادلة بين رئيس الوزراء معين عبد الملك ووزير النقل صالح الجبواني. ماذا يحدث في أروقة الشرعية؟ وما تأثيره عليها؟ ولماذا يتركز الصراع حول الاستحواذ على صلاحيات استيراد المشتقات النفطية واحتكار تصاريح دخولها؟ أهلا بكم. ظهرت الخلافات مجدداً في أروقة حكومة الشرعية، وكما سبق فإن هذا الصراع ينحصر في مجال استيراد المشتقات النفطية للبلاد. يتهم وزير النقل صالح الجبواني رئيس الحكومة معين عبد الملك بتعطيل دور اللجنة الاقتصادية العليا ووزارته عن العمل، بعد أن سحب تبعية المكتب الفني منها ليلحقه بالمجلس الاقتصادي الأعلى الذي بدوره يصادر صلاحيات كل الوزارات. الآليات المعتمدة لدخول المشتقات النفطية لليمن كانت قد فتحت أبواب الصراع حولها منذ أشهر، وسرعان ما تعود إلى الواجهة كلما اصطدمت بالمصالح المتضاربة. السؤال هنا، ما هي طبيعة الصراع الخفي الذي تشهده أجنحة الحكومة؟ وإلى أين سيمضي بالبلاد؟ لماذا يظهر ملامح الخلاف حول استيراد المشتقات النفطية ويغيب أمام مصالح اليمنيين وخدماتهم؟ تبادل اتهامات بين رئيس الوزراء ووزير النقل يبدو للوهلة الأولى أنه قائم على تداخل في الصلاحيات أو سوء إدراك به، لكنه في واقع الأمر يكشف عن صراع ظهر للسطح وهو تتسع بين أجنحة الشرعية المختلفة. مذكرة تكشف عن الخلافات الحادة بين الوزير الجبواني ومعين عبد الملك، يتهم فيها الجبواني رئيس الحكومة بتنفيذ انقلاب على الرئيس هادي بإسناد إماراتي. المذكرة تكشف عن إجراءات قام بها رئيس الوزراء تقضي بمصادرة صلاحية اللجنة الاقتصادية ووزارة النقل. رئيس الحكومة كان في وقت سابق قد طالب قائد القوات المشتركة في التحالف بعدم التعامل أو اعتماد أي تصاريح أو خطاب دخول أي من السفن الوقود إلى الموانئ اليمنية إلا وفقا للتصريح الصادر من المكتب الفني للمجلس الأعلى. هذا ما تقوله المذكرات التي كشفت جزءا من الصراع الذي يعود لأشهر ظهرت فيه أدخنة المعارك بين أجنحة في هرم الشرعية. اتهام لنافذين مقربين من الرئيس هادي باختطاف القرار في اللجنة الاقتصادية وإخضاعها لحساب تجار النفط لاحتكار استيراد المشتقات النفطية. يبدو أن رئيس الوزراء يواجه سلطة موازية لحكومته تمارس سيطرتها في احتكار سوق المشتقات النفطية، وتحول دون دخول سفن النفط المنافسة حتى بعد دفع الضرائب واستيفاء كافة الشروط. يقول رئيس الوزراء أنه يسعى لتحرير سوق استيراد المشتقات النفطية ومنع احتكاره من النافذين، لكن الوقائع على الأرض تثبت أنه يسعى لاحتكار تصاريح المشتقات النفطية عبر المكتب الفني الموالي له، لكنه احتكار لا يخلو من اتهامات. يوما بعد آخر تفقد الشرعية تماسكها وتتسع دائرة الخلافات والتصدع الداخلي، ومعها يفقد اليمنيون الأمل بإدارة شؤونهم والاهتمام بالملفات المتعلقة بحياتهم اليومية. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا الأستاذ الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، عبر سكايب من أمستردام. مساء الخير دكتور عبد الباقي. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك دكتور. صراع أجنحة بين قيادات الشرعية برز للسطح عبر تبادل الاتهامات بين رئيس الوزراء معين عبد الملك ووزير النقل صالح الجبواني حول صلاحيات استيراد المشتقات النفطية، وربما تابعت أنت الحدث، كيف تتابع ذلك؟ كما تعلمين أن هنالك الآن استثمار للواقع المعيشي لليمنيين، هناك استثمار لهذا لغياب الدولة وضعفها وتآكلها، وهناك تجار جدد. الحروب والأزمات تخلق تجار جدد، وقد يكونوا أيضا ليس جدد ولكن هم يعني يعملون في الحقل منذ القدم، ولكن يزدادون ثراء، وبالتالي يبرز الأزمات، تبرز جماعات أخرى. هذه الجماعات الأخرى تدخل في صراع مع الجماعات القديمة، وهناك أيضا نظرا لغياب السلطة وغياب المؤسسات الإشرافية ومؤسسات الشفافية والمحاسبة، يكون هناك صراع على المصالح المادية. وفي هذه الحالة نحن أمام مرحلة خطيرة للغاية، لأن لا نستطيع أن نتحدث عن صراع أجنحة، نحن نتحدث عن استثمار من قبل جماعات موالية للإقليم، وليس جماعات. هناك صراع داخل السلطة الشرعية، السلطة الشرعية أصبحت الآن عبارة عن مجموعة من الشخصيات لها موالاة
إلى الدول الإقليم بشكل مختلف. ولهذا أعتقد أن يعني ضعف السلطة الشرعية، غياب رئيس الجمهورية التام، سيطرة الجماعات المحيطة بالرئيس، رئيس الحكومة اليمني أصبح يعني سكرتيرا للسفير السعودي، وبالتالي ليس هناك كما يقول انقلاب، ولكن الرجل يبحث وراء مصالحه، ووجود أزمة اقتصادية يمنية، بقاء الشعب اليمني تحت الحاجة، تحت التوتر، هذا جزء من الاستراتيجية التي تتبعها الإمارات والسعودية لمزيد من السيطرة. وبالتالي تزويد الشعب اليمني بالنفط، وصول المرتبات، تسليم الجيش اليمني مرتباته في الوقت المحدد. ستلاحظين أن حتى المرتبات أحيانا تتأخر في حال ما الجيش اليمني لم يلتزم بالأوامر القادمة من الرياض. بالتالي هم منذ البداية جففوا موارد الدولة المالية، لا يريدون من للحكومة أن تكون حكومة لديها قبولا شعبيا. حتى رئيس الحكومة الذي هو سكرتير السفير السعودي في عدن لا يستطيع أن يحدث انقلاما، ليس لديه بلغة السياسة حامل مجتمعي، لأن ليس لديه قبيلة، لا ينتمي إلى حزب يمكن حمايته، هو يبحث عن مصالحه ويلعب في الدائرة السعودية. الدائرة السعودية يعني أنت تتفق مع الاتهامات التي توجه للدكتور معين عبد الملك كونه ينفذ أجندة للسفير السعودي الجابر فيما يتعلق بهذه الأمور، خصوصا أن الشحنة الأخيرة التي تم السماح أو التي انتقدها الجبواني كانت لتاجر سعودي مخالفة للمعايير والمواصفات؟ طبعا السعودية، أنا لكن أتفق معه في هذا واختلف معه في أن الرجل يدبر انقلابا. الرجل ليس بيد تلك القوة يدبر انقلاب، ولكن هو السعوديين الآن يحاولون أن يتواجدوا. لم نقل أنه يدبر الانقلاب دكتور، ربما استمعت إلي بشكل خاطئ، وإنما قلت بأنه ينفذ أجندة للسفير السعودي. نعم هو يتبع بشكل مباشر، والسعودية لديها وجود معين عبد الملك في عدن، ورغم عدم تنفيذ مبادرة اتفاقية الرياض، السعوديين يبحثون عن أي موطئ قدم. طبعا سكوت الإمارات والمجلس الانتقالي لا علاقة له بالقوة السعودية، له علاقة بأن الرجل يقوم بتسليم مرتبات وتصريف الشؤون الحياتية للمواطنين الإدارية، وهي وظيفة موقتة يعني في توقيت ما، وربما نحن الآن نقترب من هذا التوقيت، في حال ما تصاعد الصراع ربما الحكومة لن تكون في عدن، لأن يبدو لي خطاب المجلس الانتقالي والرؤية الإماراتية ربما تعلن وهي بعيدة عن خطوات ما في الأيام القادمة. بالنسبة المهمة الآن، الحكومة الآن أصبحت مهمتها مختزلة في شخص فاقد أيضا الاقتدار، أفقدت الدولة حقها الأصيل في ممارسة السيادة. هناك رجل آخر في الرياض يعني يمثل السلطة الشرعية، فاقد الاقتدار، فاقد القدرة على يعني ممارسة السيادة الوطنية. هناك مجموعة من التجار، وهناك نخبة منقسمة بين دول الإقليم، وهناك الإمارات لاعبا رئيسيا بالتوافق مع السعودية. السعودية لو كانت جادة في دعم السلطة الشرعية، هي تريد مهام مؤقتة، لما قامت بتدريب جماعات عسكرية أخرى موالية لها لتحل محل القوات الموالية للإمارات. بالتالي هؤلاء الشخصيات قصيرة النظر، هؤلاء الشخصيات ضعيفية الانتماء الوطني، جعلوا اليمن عرضة لهذه المخططات. الآن نحن أمام استثمار يعني لهذا الوضع اليمني على مستوى النفط، على مستوى الاحتياجات الإنسانية، على كثير من المستويات. لذلك منذ البداية ستلاحظين إقفال المطارات، إقفال الموانئ، منع وصول العملة، المطبوعات الجديدة من العملة، بقاء السلطة في الخارج من أجل عدم قدرتها على إدارة الحياة العامة للمواطنين والحياة اليومية، إضعاف السلطة الشرعية، عدم تقدم الجيش، كل هذه استراتيجيات. لأنهم يعلمون وضخوا أموال كثيرة لدى بعض الشخصيات، جالها ثراء، طفرة من الثراء،
هؤلاء الشخصيات وليس السلطة برمتها أصبحوا الآن أقطاب متصارعة على المنافع الشخصية وليس منافع الوطن، وبينما لا يمكن لرئيس حكومة أن تكون مهمته مدير مكتب أو يوزع بعض من القرارات المالية. نحن أمام رئيس حكومة لديه رؤية اقتصادية، رؤية سياسية، يتعامل بندية مع الجانب السعودي وحتى الإماراتي، لكن نحن الآن أمام الشعب اليمني مهدد يعني بتقسيم جغرافيته وهويته الوطنية، مناطق تحتلها الحوثيين ومن السلطة الشرعية، الشعب اليمني في تعزل المناطق الأخرى يعاني من الحصار ومهدد بفصل الساحل الغربي، ويصعد إلى السطح صراعا على مستوى الوزراء وعلى مستوى رئيس الوزراء، اتهامات كبيرة وخطيرة تكشف عن صراع مصالح. ما هي الحالة النفسية أو الذي سيحدث من انعكاسات على المواطنين في الثقة بهذه الحكومة؟ أو هذا سيجعل كثير من الجماعات التي تخضع لهيمنة الحوثي تخضع للأمر الواقع وتتسق في المشروع الحوثي الذي استطاع أن يدير الحياة بالقوة، بالترغيب، بالترهيب، بالتعامل الندي مع السعودية، سيجعلهم لم يجدوا البديل، خاصة المناطق المهمة التي مخطط لها الآن أن تنفجر. مدينة تعز والساحل أين يذهب؟ يذهب إلى الجنوب الذي يرفضه أو يقاوم الحوثي الذي يريد السيطرة عليه؟ هو هذه كتلة جغرافية مهمة، هي حامل مجتمعي لمخرجات الحوار، حامل مجتمعي للمشروع الجمهوري. نحن أعتقد أن نحن الآن أمام الأنفاس الأخيرة لهذه السلطة. ودعني أختم بجملة واحدة، إذا لم من هذه اللحظة لم نعمل على إيجاد حركة وطنية طلبنا فيها بشكل محتشم، قلنا لابد من شرعيات، في حاجة اسمها الشرعية المجتمعية، شرعية الجماعات المحلية، شرعية الجماعات الوطنية، إذا لم نتحرك فإننا سنظل. نعم، سأعود إليك عند هذه النقطة دكتور، ولكن اسمح لنا أن ينضم معنا السيد عبد الواحد العوبلي الباحث في الشأن الاقتصادي عبر الهاتف من كوالالمبور. مساء الخير أستاذ عبد الواحد. مساء الخير أستاذ آسيا. إذن أستاذ عبد الواحد، كيف تقرأ الصراع الدائر أو صراع النفوذ كما يقال الدائر بين رئيس الحكومة ووزير النقل الجبواني فيما يخص استيراد المشتقات النفطية؟ أنا لن أتكلم على الجانب لنقل السياسي في الموضوع، ولكن سأحاول أن أسلط الضوء على القضايا الفنية والتي ربما لها علاقة بالإجراءات والعمل المؤسسي والأثر الاقتصادي للموضوع. تفضل. فبالعودة إلى رسالة الجبواني الموجهة لرئيس الجمهورية التي اشتكى فيها أن رئيس الوزراء صادر صلاحيات اللجنة الاقتصادية وألحق صلاحياتها بالمكتب الفني للمجلس الاقتصادي الأعلى، نجد أنه موضوع اللجنة الاقتصادية التي كانت برئاسة حافظ معياد أصلا انتهى دورها بمجرد التوقيع على اتفاق الرياض الذي أقر في المادة السابعة من الملحق الأول الخاص بالترتيبات السياسية والاقتصادية ما ينص على في الفقرة السابعة إعادة تشكيل وتفعيل المجلس الاقتصادي الأعلى وتعزيزه بشخصيات من ذوي الكفاءة والخبرة والنزاهة والاستقلالية، ويرتبط برئيس الوزراء لدعم السياسات المالية والنقدية ومكافحة الفساد. نعم، إذا لا يعني مشروعية في مطالبة الجبواني، أفهم من كلامك هذا؟ عفوا، لا مشروعية لمطالبة الجبواني أو للرسالة التي أرسلها للرئيس هادي واعتراضه على يعني الخطوة الإجرائية التي قام بها رئيس الوزراء عبد الملك. نعم بالتأكيد لا مشروعية نهائيا، خصوصا أنه إحنا لو تابعنا الأحداث بنلاحظ أنه معياد نفسه رئيس اللجنة الاقتصادية سبق على في تغريدة له أن اللجنة الاقتصادية لن يعود لها وجود، نهج اصلا عن توجيهات لحقت من الرئيس هادي بنقل مهام المكتب الفني من اللجنه الاقتصاديه الى المجلس الاقتصادي الاعلى، واحنا من زمان بنطالب انه يكون
لدى الحكومة حكومة مصغرة تدير شؤون البلد في ظروف الحرب، وأن يتخلصوا من كم الوزراء والمسؤولين الذين ليس لهم داعي، وأن يكون هناك مجلس أو مجموعة أو فريق يقومون بإدارة الشؤون الخاصة بالبلد في ظل الظروف والمعطيات الموجودة. نعم، إذا فموضوع إنه نقل الصلاحيات وما ذكره الجبواني مخالف نصا وروحا لما تضمنه اتفاق الرياض يعني، والتوجيهات الصادرة بعد ذلك يعني، وبالتالي وحتى يعني الجبواني في موضوع انه نقطة بس مؤسسية، هو توجه بخطابه الى رئيس الجمهورية بالرغم انه هو وزير ضمن وزارة معين عبد الملك، مفترض انه يتوجه بخطابه الى رئيس الوزراء المشرف عليها واللي هو تابع له، بدلا من القفز ومخاطبة رئيس الجمهورية. غير ذلك فيعني احنا مثلا في موضوع المهام والابجديات وما يجب عمله، نلاحظ مثلا انه الجبواني ادعى ان قرار رئاسة الوزراء يلغي دور وزارة النقل في الرقابة على الموانئ، ويهدف الى تبريد السفن بطريقة غير قانونية وما الى ذلك، بالرغم من القرار ينص على ان يكون اعتماد تصاريح دخول السفن صادر عن المجلس الاقتصادي الاعلى المشكل وفق بنود اتفاقية الرياض، لكنه لا يلغي دور وزارة النقل في الرقابة. لا زال بامكان الجبواني ووزارته فرض رقابتهم اذا رغبوا في ذلك حسب النظام، والابلاغ عن اي مخالفات وجدت ويصارحوا الناس بها ويكونوا شفافين وينشروا في وسائل الاعلام بدل المهاترات هذه، ينتقلوا نحو الاجراءات ماذا عن كل ما هو مطلوب من الجبواني ان يقوم بعمله، واذا كان لديه اجراءات نقابه يقوم بها ويليس يعني هذا استاذ عبد الواحد. ماذا عن رساله رئيس الوزراء معين عبد الملك لسمو صاحب السمو الملكي فهد بن تركي بن عبد العزيز للسماح او لحصر التصاريح فقط بالمجلس الاقتصادي الاعلى؟ من المعروف ان البلد يخضع لفرض التحركات من قبل التحالف العربي الذي تحت قياده الاخ تركي او هذا الشخص اللي نعم فهد بن تركي. فالطبيعي انه هذا الشخص هو اللي بيصدر او هو اللي بيسمح للسفن انها تدخل او ما بيسمحش، فطبيعي ان يتم التوجه بالخطاب له، لا ارى في ذلك اي مشكله يعني. اذا هل ترى ان وكل ما سبق من تصاريح كانت تصدر من هذا الشخص، اللهم اللي اختلف هو الجهه داخل الحكومه اليمينيه وداخل الشرعيه اليمينيه التي تتقدم بطلبات السماح بدخول السفن الى قياده التحالف. نعم، اذا هل ترى ان هذا الصراع الذي يظهر في ذلك يعني، نعم استاذ عبد الواحد، هل ترى ان هذا الصراع الذي يظهر للسطح ويخفي صراع نفوذ وفساد مالي؟ والله شوفي، الجبواني طوال الفتره الماضيه ايام ما كان بيحصل ما يسمى تجارة وقود غير مطابق للمواصفات وغير قانونية ودون أدنى ضوابط، لم نسمع للجوباني أي صوت يطلب فيها فرض رقابة وزارة النفط على الموانئ. ولما كان معياد نفسه يدير دخول المشتقات النفطية وسمعنا عن قضايا الفساد والمشاكل والخدمات التي كان يقدمها معياد العيسي في عدن ويسخر امكانيات البنك المركزي واللجنه الاقتصاديه لصالحه، لا الجبواني ما سمعنا له اي تعليق. فالموضوع الان تشكل تحت اللجنه او المجلس الاقتصادي الاعلى، وهذا ما كنا نطالبه من زمان، اللي يعني المجلس الاقتصادي الاعلى لنقول هو حكومه مصغره في الحكومه الشرعيه، ومفترض انه الان موضوع استيراد المشتقات النفطيه تتم وفق اجراءات معينه تتخذ بتنسيق ما بين
عدة وزارات، منها المالية، وزارة النقل نفسها، التجارة، الصناعة، البنك المركزي، وجهات أخرى ممثلة داخل المجلس الاقتصادي الأعلى بحسب ما تم اتفاق عليه في اتفاقية الرياض اللي كلهم كانوا موجودين واتفقوا ووقعوا عليها يعني. ففي النهاية يعني أنا بس أشياء أوضح نقط، يعني أنه الوزير الجبواني إذا عنده نقاط محددة أو هناك مخالفات معينة يريد الكلام عليها يجب أنه يتكلم عليها بالواضح ويظهر المستندات، يظهر الوقائع، كل واحدة يتكلم عن تقارير، يتكلم عن أرقام، يتكلم عن المفروض أن المفروض اللي كان يحصل واللي حصل فعليا يعني، يكون شفاف ويمارس عمله بالرغم أنه خبرتنا يعني ومعرفتنا السابقة بالجبواني ما هيش كثير مبشرة أو ما هيش كثير تخلينا نتعامل بإيجابية مع ما يطرحه الرجل، خصوصا أنه في إطار تخصصه يعني نقول الجبواني إيش عمل في إطار وزارة النفط، وزارة النقل، هو لما مثلا لم على سبيل المثال الحصر يعني لما رأى الرقابة أو دور الرقابة وزارة النفط أو وزارة النقل على منافذ البلد البرية والجوية لتذليل الصعاب والمشاكل أمام المعمل. نعم، ربما هذه جوهر الحلقة أن الصراع دائما يظهر في استيراد النفط، في المشاكل التي يعني، ولا يظهر في خدمات واضحة أو سريعة تقدم للمواطنين. إذن شكرا جزيلا لك عبد الواحد العوبلي للبحث في الشأن الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف من كوالالمبور. إذن دكتور عبد الباقي، استمعت لحديث الأستاذ عبد الواحد وهو يرى بأن لا مشروعية لمطالبة الجبواني بالرسالة التي قفز فيها على رئيس الحكومة إلى رئيس الجمهورية، وبأن اللجنة الاقتصادية أصلا ألغيت منذ توقيع اتفاق الرياضة. أولا نحن عندما نناقش الشأن العام علينا ألا ندافع عن أشخاص، نحن في حالة عدم استقرار، نحن في حالة أن السلطة الشرعية بالتنفيذية والتشريعية خارج مجال ممارستها، هناك مصادرة للقرار من قبل المملكة العربية السعودية والإمارات، هناك يعني كثير من التحديات، هناك بلد لديه انقلابين وهناك سيطرة على الجغرافيا، هناك أزمات اقتصادية، وهناك يعني كثير من التحديات. الحديث لا يتعلق باتفاقية الرياض، اتفاقية الرياض أنا أتفق مع الجبواني لا علاقة له، أن الإمارات ضغطت للتوقيع على اتفاقية الرياض بهدف شرعنة المجلس الانتقالي الجنوبي وشرعنة الانقلاب في عدن. والإمارات الآن والسعودية عندما لا يمكن لنا أن نتحدث عن اتفاقية الرياض ونقول أن ألغيت اللجنة الاقتصادية، نحن لسنا في حالة استقرار، نحن في حالة حرب وفي حالة عدم استقرار وفي حالة غياب دولة عن الجغرافيا. بالتالي اللجنة حتى الاتفاق الرياض لم ينفذ منه شيء، عودة رئيس الحكومة حتى يوم أمس تم منع أعضاء مجلس الحكومة من الاجتماع. بالتالي أي حديث عن اتفاقيات مجزأة وأي حديث عن أن القوانين ويمر الجبواني لعند الرئيس، ونحن نعلم أن رئيس الوزراء لا يمر لعند الرئيس إنما يذهب للسفير السعودي والجبواني لا يستطيع دخول السعودية، أي الحديث عن التراتبية التشريعية والتراتبية التنفيذية والحديث عن أن نمر نحن والبرلمان يشرع، نحن في وضعية علينا أن نناقشها بموضوعية. لست مع معين ولست مع الجبواني، نحن مع واقع لا نستطيع أن نخفي. نعم، إذن في ظل هذا الواقع دكتور عبد الباقي، يعني ألا ترى أن هذا الصراع واجهة فقط لصراع نفوذ مالي ومصالح مالية بين لوبيهات داخل السلطة؟ أنا أعتقد أن السلطة الشرعية الآن هو صراع جماعات بالفعل، لكن من أجل المصالح الشخصية. الآن النخبة المتصارعة تدار من قبل يعني فاقدة للاقتدار، يعني هي تتحرك داخل حركة التحالف الثنائي السعودي، هذا داخله بمعنى أنت لا تستطيع أن تخرج من داخل هذا التيار. بالتالي الذي لا يخضع للأوامر
لا يمنع من الدخول، يتم محاربته، الذي يخضع عليه أن يخضع وفقا هو مرسوم. معين عبد الملك لو كان رئيس وزراء حقيقي لرفض أن يستمر على هذه الشاكلة، أو رفض يعني، رغم أنه يعني اتفاقية الرياض أنا أعتبرها كارثة وطنية، لأنها هناك شرعنة للانقلاب الحوثي بأول جولة مفاوضات تمت بالأمم المتحدة، وتم وصف الحوثيين بأطراف النزاع، ثم اتفاقية الرياض شرعنت للانقلاب في المناطق الجنوبية وبقوة ضغط إماراتية، والسعودية تريد أن تجعل الوضع مستمر رخ وهش، وبالتالي تريد شخصيات على تديرها، منها معين عبد الملك. بالتالي الصراع بين الشخصية اليمنية صراع مصالح الشخصية اليمنية، فهناك طبعا كوادر وطنية تريد أن تستعيد الشخصية الوطنية، تريد أن تشتغل عيد السيادة، لكن عندما يكون رأس الهرم يعني بمثابة الغائب الحاضر، يعني لم يعد سوى وجودا نظريا، بالتالي أنا كما قلت لك لا نستطيع الحديث أن اتفاقية الرياض تقول 1 2 3، ولا نستطيع الحديث عن المرجعيات الثلاث، يعني كل هذا أصبح نظري، ولا نستطيع نقول أن القبواني مر مباشرة لرئيس الجمهورية، يعني لا نتحدث عن حكومة، نتحدث عن شخصيات تابعة. بالتالي الحل الآن لا نوقف مع هذا ولا مع ذاك، هناك صراع مصالح، هناك استثمار، هناك صراع من أجل المصالح الشخصية، هناك حتى تموضعات يمنية وفقا للممول، هذا معروف، لكن إذا استمرينا بهذا المنوال فأعتقد أننا سندخل إلى مرحلة اللا استقرار لعقد وعقدين، إذا لم توجد حركة وطنية تعدل هذا الصراع وتستعيد للشعب اليمني متطلعاته وتعيد لنا كرامتنا. الآن نحن أمام مجموعة من المسؤولين فاقدين المسؤولية الوطنية، فاقدين القيمة الإنسانية والشخصية، بمعنى أنهم يذهبون وراء مصالحهم، وبالتالي أساءوا للشعب اليمني بهذه الصراعات المادية. بالتالي إذا يعني والدول التحالف أضعفت القوى الوطنية في الداخل، ودهورت الطبقة التجارية، وأضعفت النخبة الإعلامية والأكاديمية، بحيث أنها أصبحت يعني أغلبها تابع وفقا للممول، بالتالي يصبح القرار قرار صعب جدا، لأنه إذا أردنا التحرك من الداخل نحن بحاجة إلى إمكانيات، نحن بحاجة إلى انتظام، قوة انتظام نتحول إلى حركات، هذا الآن يحتاج وقت. إذا استمرينا دون إيجاد حركة وطنية من الداخل، سواء شرعية مجتمعية، سواء شرعية من الرموز الوطنية والحزبية أو تكتلات داخلية، لأن الانتظار أن معين عبد الملك والقبواني وعبد رب منصور هادي، لا ننتظر أن ستعاد الدولة اليمنية موحدة أو غير موحدة، نحن الآن هذا نطالب، الآن أصبحت مطالبنا ليس دولتين، لأن نحن نخشى من أكثر من قطاع جغرافي منفصل عن اليمن، لأن كما تعلمين يعني هناك الآن انقلاب في الشمال، انقلاب شبه كامل في الجنوب، هناك مناطق خطرة وذات كثافة سكانية لن تقبلها المناطق الجنوبية كجزء منها، ولن تقبل هي أيضا بأن تتبع الحوثيين ومشروعهم الملكي والسلالي. هذا سيجعل من هذه المناطق مجالا للصراع، لذلك على هذه المناطق وعلينا نحن النخب أن نوجد حركة وطنية تعدل هذا وتعيد للشعب اللي مطلعته. نحن أمام تحديات كبيرة الآن، يعني نحن كنا نتوقع صراع في الحكومة حول الجوف، حول تحرك الجيش الوطني باتجاه صنعاء، حول تقديم مرتبات للمواطنين، حول يعني كثير من تحديات الشعب اليمني، حول رسم خطة يعني مجموعة خطط استشرافية للشعب اليمني، حول يعني ما هي فرص السلام، أو هل الاستمرار في هذا الوهم التفاوض مع نعم، ربما دائما ما يطرح السؤال يعني أن هذه الشرعية تصارع على احتكار الاستيراد والتصدير، ولكن لا تتصارع على يعني ما يحتاجه الناس حقيقة، وكيف يمكن أن تحرر البلاد. سأعود إليك في هذه النقطة، ولكن اسمح لنا أن ينضم
معنا الأستاذ عمار البخيتي، أستاذ القانون، الدكتور عفوا عمار البخيتي، أستاذ القانون الدولي في جامعة إقليم 7 عبر الهاتف من مأرب. مساء الخير دكتور عمار. مساء النور. أهلا بك. بداية، كيف تقرأ الصراع أو كيف تتابع هذا الصراع القائم بين رئيس الدولة معين عبد الملك وبين وزير النقل صالح الجبواني فيما يخص استيراد المشتقات النفطية؟ طبعا يأتي هذا الصراع نتيجة طبيعية لحكومة يعني فشل فيها رئيس الوزراء عن إعداد رؤية أو خطة حتى سنوية لعمل حكومة. للأسف الشديد لا يوجد برنامج سنوي أو رؤية سنوية أو خطة سنوية لعمل الحكومة. الحكومة ليست لديها أي رؤية، وهذا يأتي مخالف للقانون الدستور اليمني للمادة 137 أن يكون هناك بالاشتراك مع رئيس الجمهورية إعداد خطط عريضة للسياسة الخارجية والداخلية، إعداد مشروع الخطة الاقتصادية للدولة والميزانية السنوية، وكذلك إعداد الحساب. للأسف الشديد هذا يأتي يعني خلاف طبيعي، لأن الحكومة في عملها عشوائي ومتخبطة، ليس لديها برنامج وليست لديها رؤية. إذن يعني ما قانونية هذا الصراع دكتور عمار؟ ربما كان معنا قبل لحظات عبر الهاتف الأستاذ عبد الواحد العوبلي وهو باحث في الشأن الاقتصادي، قال بأنه لا قانونية لطلب الجبواني من رئيس الجمهورية، حيث أنه تم إلغاء عمل اللجنة الاقتصادية بمجرد التوقيع على اتفاق الرياض. طبعا بالنسبة لهذا الخلاف، إذا رئيس يعني في المادة 142، إذا رئيس الوزراء إذا وصل إلى نتيجة مع أي وزير، يعني إلى خلاف، إلى خلاف كبير مع أي وزير فعليه الرفع إلى رئيس الجمهورية بإعفاء هذا الوزير. يعني الملعب يعود إلى رئيس الجمهورية، على رئيس الوزراء. نعم، لكن ما حدث العكس دكتور عمار، يعني من قام برفع رسالة لرئيس الجمهورية هو الوزير صالح الجبواني، يعني يشكو إليه تصرف رئيس الوزراء. خلاص، إذا يعني بهذا الحال يجب يعني في القانون اليمني حددت المادة 139 أن لرئيس الجمهورية والمجلس النواب حق إحالة رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء إلى التحقيق والمحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال ووظائفهم أو بسببها. نعم، هذا في الوضع الطبيعي للبلاد، لكن نعم في هذا الوضع الذي تمر به. لا، لكن في هذا الوضع إذا كان مجلس النواب غير قادر على الاجتماع دكتور عمار، يعني كيف سيحال؟ خلاص، لا، لكن رئيس الجمهورية الآن نحن في وضع استثنائي، ورئيس الجمهورية وقد سبقها قرار في إقالة رئيس الوزراء السابق بن دغر، وتم يعني إحالته إلى التحقيق، وبعد ذلك تم يعني ربما أنه يعني تم إعادة الاعتبار أو ما شابه ذلك. فبالتالي يعني إذا رئيس الجمهورية يجب عليه إحالة، يعني إذا صح من هذا الشيء يجب إحالة يعني مثلا الوزير أو رئيس الوزراء إلى التحقيق في هذا، لأنه يعني النتائج خطيرة جدا في عمل الحكومة ويؤثر عملها الذي للأسف في الميدان. يعني لكن هل عمليا ما زالت اللجنة الاقتصادية يعني تعمل؟ يعني ألم يعلن حافظ معيد في إحدى تغريداته أنه توقف تماما عمل اللجنة الاقتصادية؟ فأي مطالبة يطالب بها الجبواني إذا كانت ألغيت عمليا؟ اللجنة الاقتصادية كان عملها مجرد صوري، ما عملت شيء على ارض الواقع. حتى اللجنه الاقتصاديه لم تقدم خطه او برنامج وفقا للدستور والقانون او وفقا للوضع الاستثنائي الذي يمر به البلاد. نعم، برايك اين الرئيس هادي من هذه الصراعات والتي تظهر دائما في مساله استيراد النفط؟ يعني لم نجد اي طرفين متصارعين لاجل مصلحه اليمنيين في مثل هذه الظروف. يعني الرئيس هادي يجب في هذه المسائل ان يعمل وفقا للقانون اليمني ووفقا لصلاحياته الاستثنائيه في هذا الظرف.
يعني سواء بلجنة التحقيق أو بإحالة أو بالمحالة، يعني هو قرار جمهوري الرئيس هادي، يعني بس قرار جمهوري ويحل الإشكاليات هذه بأكملها. قرار جمهوري يعني الوضع استثنائي، لا يجب أن لا يكون هناك تردد في اتخاذ قرارات مصيرية التي تنفع البلاد، يعني أو أقل شيء تخفف الأضرار التي نحن فيها. نعم، إذا شكرا جزيلا لك دكتور عمار البخيتي، أستاذ القانون الدولي في جامعة إقليم سبا، كنت معنا عبر الهاتف من مأرب. عودة إليك دكتور عبد الباقي. دكتور عبد الباقي، كنت وجهت سؤال، أين هو الرئيس هادي من هذه الصراعات للدكتور عمار الذي استمعت إلى حديثه؟ وعمليا ربما في كل حلقة نطرح مثل هذا السؤال وسنظل نطرحه إلى أن يستمع إلينا ذات يوم، برأيك أين هو؟ طبعا رئيس الجمهورية غاب في أكثر اللحظات خطورة من قبل، غاب أثناء الانقلاب في عدن، غاب أثناء كوارث وطنية كبرى، لا يمكن أن نعول أكثر على هذا الرجل. كما قلت لك، أنا عندما أتحدث نحن نقول نحن يعني وقفنا مع هذه السلطة كثير، وقفوا اضطراريا معها، لكن التعويل كثير على هذا الرجل سيقودنا إلى الكارثة على النخب الوطنية وعلينا نحن جميعا الشعب اليمني، ليس نقول نحن بمعنى النخبة أو السياسيين، على الشعب اليمني كاملا ونحن جزء من هذا الشعب أن نبحث عن بدائل عن هذه السلطة الشرعية. لا أعتقد أن هذه السلطة الشرعية ستعيد البلد أو ستحافظ على القدر الأدنى من تطلعات الشعب اليمني. خلال هذه السلطة الشرعية التي غادرت اليمن لم تعود خلال يعني ما يقارب 7 سنوات أو 6 سنوات، تعرضنا إلى انقلاب آخر، تدهورت أحوال المواطنين، تبدلت الحكومات، لم تستطع تدير حياة المواطنين، تم اقتطاع الساحل الغربي، يعني كوارث يتم قصف الشعب اليمني وهي غائبة عن إعطاء موقف. كيف يمكن؟ مرتبات الشعب اليمني مقطوعة، نحن الآن مهددين أكثر، بالتالي إذا استمرينا في الحديث أين عبد رب مصر، هذه نحن سنسير إلى الهاوية. الآن على النخب، على الشعب اليمني يفكر ما هي أين نتحرك، ما هو البديل. لا أتوقع ولا أمتلك أدنى ثقة أن هذا الرجل أو فريقه المهاجر في الرياض، كيف يمكن؟ يعني هل نحن نمتلك قليل من العقل؟ رجل 5 سنوات مغترب في السعودية ومع فريق من الانتهازيين والتجار من توقع منه موقفا وطنيا، رجل يغيب في حالة الانقلاب، يغيب في حالة قصف الشعب اليمني بالطائرات، تهينه الإمارات ويعود لمصافحة ولي العهد الإمارات، تقسم الإمارات أرضه وهو لا يستطيع أن يتخذ موقفا، تداس السيادة اليمنية ولا يستطيع أن يتخذ موقفا، كثير تغتال الشخصيات، الشعب اليمني ينهان في كل مكان، ونحن ما زلنا نراهن على مثل هذه الشخصية. لذلك كان عندما يعدل، لا نتحدث عن اللجنة الاقتصادية وأنها ينبغي أن تمر، نحن نعلم أن القرارات كلها بيد رئيس الجمهورية وهناك فريق حوله، ورئيس الحكومة عنده يتحرك بالريموت كنترول، وبالتالي الحديث عن تراتبية، برلمان لا يستطيع الاجتماع بقوة وضغط من دول التحالف الثنائي، بالتالي كيف إذا أردنا أن نمرر أو الجبواني أن يمرر شيء لابد أن تمر عن السلطة التشريعية وسلطة لا نتحدث عن لحظة استقرار. نحن الآن نتحدث عن برلمان، أطول برلمان في التاريخ غير موجود، نتحدث عن حكومة عبارة عن مجموعة شخصيات متشظية، نتحدث عن جيش وطني منقطع وميليشيات، بالتالي أمام واقع صعب. هل نستمر في الحديث ونطالب عبد الرب منصور هادي أن يظهر؟ عبد الرب منصور هادي خارج يعني نطاق التغطية، إذا أنا لا أعول للتوافق، وعلينا أن نقطع من اليوم انتظار موقف من هذا الرجل. هذا الرجل لا يمكن، الواحد ممكن ينتظر شهر شهرين، لكن نحن الآن ننتظر أكثر من 5 سنوات، انقلاب بعد انقلاب، تدهور حول المعيشية. نعم، حتى على مستوى الانقسام يعني داخل الشرعية ذاتها على عدة أجنحة دكتور، يعني ربما يعني إطالة أمد غيابها يؤسس لمثل هذه الأجنحة. هناك من يقول يعني حسب المصادر التي وصلتنا دكتور بأن الصراع يتم حاليا بين طرفين، أحدهما يمثل أمين عبد المجيد
الملك وفارس الجعدبي، والآخر طرف يمثله العيسي والجبواني وناصر هادي. هل ترى أن هذا فعلا هو جوهر الصراع، خصوصا إذا ما علمنا بأن العيسي هو أساسا تاجر نفط؟ الصراع هذا صراع إلى حد كبير حقيقي، وهو صراع مصالح بين ما يسمى الجماعات المحيطة بالرئيس والقريبة. وبالتالي هناك جماعات قريبة حول الرئيس أو رجال حول الرئيس أو لهم مصالحهم. معين عبد الملك يمثل أنه يعني يستمد قوته من قوة علاقته بالسفير السعودي وبالجانب السعودي، وبالتالي حتى الرئيس يأمنه، يعني لأنه لعب كثير دور في بروزه. لكن معين الآن يبحث عن مكان له، رغم أنه يعلم من داخله أنه مجرد سكرتير ليس رئيس حكومة. وبالتالي كما قلت لك، هو صراع مصالح بين الجماعات المحيطة بالرئيس والجماعات القريبة من دول التحالف، بما فيها أيضا صراع المصالح داخل للجماعات القريبة من الإمارات في المناطق الجنوبية. بالتالي هناك الآن ليس فقط صراع في السلطة الشرعية، هناك صراع أيضا في المناطق الجنوبية حول المصالح بين الشخصيات، وهذا ما يفسر صراعهم حول ميناء عدن، صراعهم حول مطار عدن. لذلك هذه الوضعية المخيفة. أنا أحب أذكرك بشيء، هناك قادة في العالم قادوا دول واستعادوا شرعيات من داخل السجون. هذا الرجل خرج فقط وقال أنه طلب من التحالف العربي تدخل، ونحن نعلم أن السعودية والإمارات قصفت جويا قبل أخذ الموافقة من هذا الرجل، وتم التغاضي عن هذا. لكن هل يمكن لنا الاستمرار لخمس سنوات ونحن الآن نشاهد أصبح الصراع ليس حول السيادة، ليس حول الجوف، ليس حول مرتبات المواطنين، ليس حول تدهور الأحوال المعيشية، ليس حول المشروع الوطني؟ الصراع أصبح الآن من يبيع النفط، وصراع مصالح، يعني وأصبحنا نختلف حول مصالحهم. يعني الآن نحن نناقش قضية صراعهم حول مصالحهم. علينا أن نعيد المسألة إلى أصلها. لا توجد سلطة شرعية، لن تعيد اليمن، لا نتوقع. ما هي الحلول إذا أمام اليمنيين؟ وربما هذا السؤال أيضا تكرر كثيرا دكتور عبد الباقي. الحلول في غاية الوضوح هو إيجاد التحرك، ما يسمى بالكتلة التاريخية الوطنية، كتلة تاريخية بمعنى أن نوجد كيان بديل. هذا الكيان البديل يعيد لليمن. طبعا هنا العملية صعبة وفي غاية الصعوبة. لماذا؟ لأنه فقدنا وقت. نحن الآن سندفع ثمن انتظار رئيس الدولة يظهر. هذا سيجعلنا عندما نعيد ترتيب ذاتنا سندفع الثمن غالي، وليس بالوقت القليل. يعني لذلك إذا علينا أن نبدأ نضع الحلول. ما هي بدائل السلطة الشرعية؟ هل لدينا القدرة بالعمل من الداخل؟ ما هي القدرات للعمل من الخارج؟ هل بالإمكان الاستفادة من تجربة الثوار 26 سبتمبر بإيجاد حركة وطنية مدعومة من القطاع الاقتصادي والتجاري، بحيث تستطيع تمويل الداخل من خلال المشاريع الخارج؟ هل يمكن لنا أن نخلق شبكة تتحمل أو تظهر المظلمة اليمنية، المظلمة الإنسانية، وليس صراع المصالح الجيوسياسية بين الدول الإقليم، ولا مصالح الدول الغربية؟ كيف تظهر المظلمة وفقا لرؤيتنا نحن اليمنيين؟ لذلك أعتقد أنه من هذه اللحظة وبعد أن تكشف أن الصراع، وأنا أستغرب على الضيوف عندما يتحدث عن دستور ويتحدث عن تراتبية، ونحن نعلم أن لا يوجد لتفعيل الدستور، ولا يوجد لرئيس حكومة يتخذ قرار، وعزل رئيس الوزراء الأول جاء لصراع مع الرئيس، وعزل نائبه جاء لصراع مع الرئيس، صراع الجماعات اللي حول الرئيس يتصارعون بينهم وبين، ثم يتم العزل، ليس لمسائل وطنية. لهذا أعتقد أنه علينا التحرك ككتلة وطنية تاريخية. نلتقي لإنقاذ الموقف. غير ذلك لا ننادي هذا الرجل مرة أخرى، ولا ننتظر منه استعادة وطن. نحن ندعوه فقط لحماية ذاته إذا خرج سليما من السعودية. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الأستاذ الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، كنت معنا عبر سكايب من أمستردام. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم. لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.